بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحة 79 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الأول ابتدائي، دعم الدرسين 17 و18. أصل كل عدد بالتمثيل المناسب. إذن لدينا وحدات 9 × 7، يعني 79. سوف نصل نعم هذا العدد بالتمثيل المناسب. هنا لدينا 8 + 7 87، إذا نصلها ب87. هنا 1 2 3 4 5 6، 6 وحدات. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 عشرات، يعني 86. نصلها ب86. هنا 1 2 3 4 4 وحدات، 1 2 3 4 5 5 عشرات، إذا 54. نصلها بالعدد 54. ألاحظ ثم أكمل تلوين أرقام الأعداد التالية: الوحدات باللون الوردي والعشرات باللون الأزرق. أكتشف الأخطاء في الكتابة الرقمية وأصححها. 76. إذن 76، هناك خطأ في الكتابة، هذا الصفر يعني زائد. 33، كذلك هذا الصفر زائد. 33. 45، كذلك خطأ في الكتابة. 13، هناك خطأ. 40. أكمل حساب المجاميع. إذا 40 زائد كم يساوي 47؟ إذا يعني نفكك، 47 هي 40 + 7، 38. 30 + 8، 8 + 10 90، 50 + كم يساوي 58؟ يعني نفكك 58، 50 + 8. هنا عدد زائد 10 يساوي 70، نفكك 70 يعني 60 + 10. هنا نفكك العدد 50، 50 يساوي يعني 10 + 40. 90 + 9 يساوي 99. 60 + كم يساوي 69 + 9. أحسب ثم ألون أكبر مجموع بالأحمر وأصغر مجموع بالأزرق. إذا أحسب، سوف نبدأ ب 60 + 10 + 10. إذا 0 + 0 + 0 يساوي 0. 6 + 1 = 7، 7 + 1 = 8. المجموع الثاني 80 + 10 + 5. 0 + 0 = 0. 0 + 5 = 5. 8 + 1 = 9. المجموع الثالث 70 + 10 + 5. 0 + 5 = 5. 7 + 1 = 8. دائما الوحدات تحت الوحدات، عشرات تحت العشرات، كي يكون الإنجاز صحيحا. إذا لدينا 80، 95، 85. نحن مطالبين بتلوين أكبر مجموع باللون الأحمر. 80، 95، 85. هذه الأعداد تتكون من رقمين. سوف نقارن رقم العشرات 8 9 8. إذا 9 أكبر من 8، إذا هذا هو العدد الأكبر، 95. إذا هذا هو العدد الأكبر.
ونلونه، وأصغر مجموع نلونه بالأزرق، أصغر مجموع. إذا بقي 80 85، رقم العشرة 8 8، نقارن رقم الوحدات 0 5، إذا 80 هو العدد الأصغر، 80 نلونه باللون الأزرق. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.